الأونروا تؤكد نزوح 9 من كل 10 فلسطينيين قصرا في غزة، وتقول إن اكتشاف فيروس شلل الأطفال تطور خطير في رحلة البؤس هذه التي لا تنتهي. واليونيسف حذرت من تداعيات ما تعرض لها الأطفال على صحتهم الجسدية وعلى أيضا على صحتهم النفسية على المدى البعيد. هل لك أن تشرح لنا سيدي هذه التداعيات وكيف يمكن تفاديها؟ أولا تحياتي لحضراتكم والسادة المشاهدين. اكتشاف الفيروس شلل الأطفال في نظام الصرف الصحي في غزة له دلالات محورية فيما يتعلق بالصحة العامة للمجتمع في غزة. أول هذه الدلالات هو الانخفاض في نسبة التطعيمات والتطعيمات الأساسية أو الرئيسية. ولنا أن نتصور أن التقارير التي كانت تشير إلى نسبة التطعيمات في القطاع في 2022 كانت أن التغطية العامة للتطعيمات تقترب من 100%، ثم أن التقرير التالي في سنة 2023 أي بعد شهرين فقط من الحرب، فيما وهذا التقرير يشمل قطاع غزة والضفة الغربية، كان يتحدث عن انخفاض 10% من التطعيمات الرئيسية للأطفال. فنحن نتحدث الآن عن 9 أشهر ما بعدها، ففي شهرين اثنين انخفضت نسبة التطعيمات بنسبة 10%، فلنا أن نتصور وأن نتخيل نسبة انخفاض هذه التطعيمات في الوضع. ثم الجانب الآخر والدلالة المركزية لهذا الاكتشاف المتعلق بفيروس شلل الأطفال هو الحالة الصحية العامة للشعب في قطاع غزة، حيث أن هذا الفيروس ينتشر وجزء من رئيسي من انتشاره هو انخفاض الصحة العامة. وانخفاض الصحة العامة بمعنى أن هناك في أي نظام صحي أساسيات مركزية للحفاظ على صحة الإنسان لا تتعلق بالخدمات الصحية فقط، ولكن أيضا بما يسمى محددات الصحة، وهي القدرة على الوصول الآمن للماء، القدرة على وصول إلى نظام صرف صحي آمن ومنفصل عن نظام الصرف، نظام الحصول على الماء النقي، القدرة على الحصول على الحصص الغذائية المناسبة والكافية، ثم صحيح. ظروف المعيشة التي يتحقق فيها نسبة من التهوية ونسبة من التباعد المجتمعي، مما يتيح القدرة على إنشاء مناعة قادرة على المقاومة. طيب. فالدلالات المركزية لهذا الفيروس تعني أن كل هذا تقريبا المقاومات الصحة العامة في غزة تقريبا تم تدميرها وفي وضع شديد السوء. ما الذي يمكن أن تقدمه المنظمة لحماية هؤلاء النازحين وأيضا الأطفال؟ يعني متحدثة باسم اليونيسف قالت إنه لا مفر لأطفال غزة من أهوال الحرب وتحديدا في رفح. حقيقة أن المركز الرئيسي أو الفعل الرئيسي هو تفكيك المنظومة التي أدت لانتشار هذه الوبائيات أو احتمال انتشار هذه الوبائيات، وتفكيك هذه المنظومة تعني في أصلها إعادة المنظومة الصحية في غزة للعمل. نحن نتحدث الآن عن العديد من المستشفيات، أكثر من 50% من الوحدات حتى القابلة للرعاية الصحية خارج الخدمة، والبقية ما بين يعمل بشكل جزئي أو يعمل بشكل كامل، وهي القلة القليلة. والطرف الآخر أو العامل الآخر هي تحسين المستوى العام، ولن يحدث تحسين المستوى العام للخدمات داخل القطاع بدون السماح للمساعدات الإنسانية تحت لواء القانون الإنساني الدولي بالدخول إلى قطاع غزة، ودخول غير مشروط، ودخول يستطيع تكفية الاحتياجات والمتطلبات. لا يمكن أن نستطيع أن نفعل شيء كمجتمع إغاثي دولي بدون أن نحصل على القدرة على إيصال المساعدات وعلى إنشاء برامج لهذه المساعدات. نحن الآن نتحدث عن حملة قومية للتطعيمات. لا يمكن أن نستطيع أن نذهب إلى حملة قومية للتطعيمات بدون أن نتأكد أن هناك دعم كامل للتطعيمات وقدرة على الحفاظ عليها. الحفاظ على التطعيمات بمعنى أن يكون لدينا دائرة تبريد وسلسلة توريد للتطعيمات مستمرة ومنظمة، ثم أماكن نستطيع أن نعطي فيها هذه اللقاحات والتطعيمات بدون أن تستهدف.
يعني السيطرة على انتشار شلل الأطفال واللقاحات التي تحدثت عليها منظمة الصحة العالمية، يعني أيضا ذلك صعب تحقيقه في إطار غلق المعابر وفي إطار استمرار إطلاق النار أو الحرب في قطاع غزة. نذهب إلى أيضا إلى برنامج أغذية العالمية الذي قال اضطررنا لتقليص الحصص للأسر في غزة من أجل تغطية أوسع للنازحين الجدد. كيف تتوقعون أن يؤثر ذلك على النازحين؟ يعني هي بكل الأحوال غير كافية، ماذا الآن بعد تقليصها؟ حقيقة نحن المجتمع الإغاثي الدولي بين المطرقة والسندان، حيث أن الاحتياج في غزة يزداد يوما بعد، وعلى الطرف الآخر نحن المصاعب تزداد يوما بعد يوم لدخول المساعدات الإغاثية والحفاظ على سلسلة إمداد نستطيع بها أن نقدم الحد الأدنى من المعونة. لذلك نحن نلجأ إلى طرق أخرى، وهي ونحن نعرف جميعا هي ليست هي الطرق الأمثل، ولكن نبقى جميعا تحت وطأة وضغط منع المساعدات والتحديات الكبرى في دخول المساعدات، مما يجعلنا جميعا نذهب إلى برامج مختلفة عن البرامج التي نعرفها في جميع الإغاثة حول العالم. وهذا بلا شك يؤثر على الصحة العامة للشعب في غزة، ولكن كما أخبرت سيادتك والسادة المشاهدين، نحن هذه هي المطرقة والسندان التي لا مفر منها طالما أن الأجواء العامة مغلقة بهذا الشكل.